بسبب عدم إنجاب ابتسام باتما. طليقة فؤاد قبيبو تدخل على الخط. إليكم التفاصيل. فبعدما انتشر خبر وهو في الأصل فقط إشاعة، قيل بأن فؤاد قبيبو كشف بأن ابتسام باتما عاقر، ولكن هذا الخبر غير صحيح، بل فقط تم تأويل كلامي عندما قال: كنتمنى كون ولدت ولادي من ابتسام باتما وتعرفت عليها شحال هادي. كلام فؤاد قبيبو جاء ليعبر عن حبه لابتسام باتما وافتخاره من انتمائه لعائلة باتما. هذا الأمر أخرج طليقته التونسية نجلاء غرس الله عن صمتها وأثار غضبها، خاصة وأنهما كانا يعيشان حياة سعيدة، أو بالأحرى كانا يمثلان السعادة، أو كان يمثل السعادة معها. وقد لقي تصريح فؤاد قبيبو انتقادات واسعة، ليس فقط من طليقته بل حتى من طرف رواد السوشيال ميديا، إذ اعتبروا كلامه تنقيص من زيجاته السابقة. وقد ربط البعض مما تنشره نجلاء غرس الله على صفحتها الإنستغرامية بما قاله فؤاد قبيبو وبما يقال حاليا عن ابتسام باتما بكونها عاقر، حيث قالوا بأنها تتشمت فيه وفيما يحصل معه، وهذا آخر ما نشرت. قال لي: يا بابا، الفار الصغير ما كيفهمش علاش الفخوماج فابور حتى كيفوت الفوت. أو بعبارة أخرى، طحتي على راسك وفات الفوت. وقد هاجمت نجلاء غرس الله فؤاد قبيبو بسبب نجلها الصغير سلطان، وخرجت نجلاء في تدوينة اتهمت من خلالها طليقها بأنه لا يتحمل مسؤولية نجله بصفة نهائية، وذلك من خلال خاصية ستوري بصفحتها على الإنستغرام، وكتبت: أن تكون أبا هي مسؤولية يا رجل، إذا لم تتمكن من إدارتها بشكل صحيح عليك شراؤها أو أي شيء آخر. من الأفضل أن تختفي وتلعب دور الميت على أن تكون موجودا ويخجل طفل صغير يبكي على والده بينما يحجب والده الحبيب والعزيز مكالماته.